أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات مشاهدي الكرام، حياكم الله في حلقة متجددة من برنامجكم دروب الشعر. ضيفي وضيفكم فيها هو القائل: حتى أنت يا موج ما تقدر على همي، أعطيك همي وترمي بها على الشاطئ. باسمكم جميعا أرحب بالشاعر الكبير والقدير غازي العكشان، حياك الله غازي. مرحبا أخوي أستاذ فهد، سعيد جدا وأنا أكون معكم الليلة. أتمنى أن أنا أقدم حلقة تليق بثقة المشاهد الكريم. أتمنى التوفيق للجميع. أنا ببدأ من البيت اللي قلت، يعني ما أدري يعني قبل شوي مع المعد قاعدين نسولف في البيت: حتى أنت يا موج ما تقدر على همي. ما أدري ليش ما قال غازي حتى أنت، يعني ممكن ما تجي وزنيا، بس يعني ليش راح للموج ما راح للبحر يعني؟ طيب أوكي، هذه القصيدة على فكرة لها قصة يعني طريفة جدا. يعني هذه القصيدة أنا كنت في مكة مشارك في الحج، وكان الزميل والصديق القدير سعد الرشيدي كان في دورة فكان مجاز، فمرني في المعسكر وقال لي: إيش رايك نبي نطلع جدة؟ نفسي أطلع البحر. فطلعت معه البحر، ولما جينا عند في جدة على الشاطئ قال لي: أنا براسي قصيدة، بكتب قصيدة، فلو سمحت روح من هنا وأنا بروح من هنا، موعدنا إن شاء الله المغرب في نفس الموقع. قلت له أوكي الله يوفقك. فأنا رحت جلست قعدت يعني تأمل البحر، فلفت نظري يعني الموج وهو جاي من بعيد، ولما يجي على الشاطئ على السيف، فكانت بدت من هنا فكرة إنه أنا أكتب، يعني إنه كان يعطي همي للموج ويجي يرمي علي، يعني يرجع علي يعني. فبدت يعني من هنا الفكرة إنه أنا أخاطب الموج ما أخاطب البحر. جميل، بنسمع أبو زياد وبعدها نستكمل الحوار. طيب إن شاء الله. يقول: حتى أنت يا موج ما تقدر على همي، يعطيك همي وترميبه على الشاطئ، مدام أنت البحر ما تلتفت يمي، أجل من اللي يحس بجرحي الصادي، لو صرخة تشتت هموم في صدري. حتى أنت يا موج ما تقدر على همي، أعطيك همي وترميبه على الشاطئ، مدام أنت البحر ما تلتفت يمي، أجل من اللي يحس بجرحي الصادي. يا موج هالمرة هضوق من طرف كمي، والعاد يمدي عشان اهتم، واحتاطي تشتت هموم في صدري، وتلتمي أمشي ولدري على وش القدم، تاطي من حسرتي دوك شفني ناشفن دمي، ومن وين أوجه بداية دربي إحباطي، لو صرخة الحزن ما ماتت على فمي، ما جيت كشكي تعاسة حظي الخاطي، خابرك يا موج صدرك مثل حضن أمي، اليازب أنت حضني واطلق رباطي، لصار يا موج ما تقدر على همي، أجل من اللي يحس بجرحي الصادق. الله سالم يعطيك العافية. تواجهت أنت ومساعد، يعني جاب مساعد نص ولا ما جاب نص يعني في أي؟ طبعا بعد ما التقينا قال لي مساعد. المساعد أنا كتبت لي بيتين، طبعا هي كانت بيتين في البداية يعني صراحة، على أساس ما كانت قصيدة. المساعد أنا كتبت بيتين، فقال لي: وشي سمعت البيتين؟ قلت له: سمعني. قال: والله ما عاد أسمعك شيء خلاص. يلا قلت له: شلون؟ قال: خلاص نهائيا ما راح اسمعك بعد هالبيتين هذه، انا ما راح اسمعك شيء نهائيا. جميل ابو زياد. الان البيئه الشعريه اللي يعيش فيها الشاعر بشكل او باخر هي تساهم في صقل موهبته الشعريه، وفي انه يكتب الشعر بشكل جيد وعلى اكثر من بحر. انت عشت في بيئه شعريه، يعني المحيطين فيك شعراء، يعني صح. حدثني عن هالمجالس اللي انت عشتها في البدايه، وطقوس كتابه القصيده عندك في بداياتها. يعني شوف، أنا في البدايات يعني أصدقائي فهد عافت، سعد الرشيدي، نايف صقر، سليمان المانع، نايف الحربي، ناصر السبيعي، يعني مسر الدوسري، يعني أنا عشت في وسط هذه الكوكبة، هذه الكوكبة من نجوم الشعر، نجوم الثمانينات. فمن الصعوبة جدا أنه أنت يعني تطرح نفسك كشاعر وسط هالعمالقة يعني أحيانا تخجل يعني. فأنا صراحة يعني كنت أكتب في
وسطهم، كنت أسمعهم بيت بيتين لا أكثر يعني، لدرجة أنه أنا أتذكر الأستاذ خلف الحربي يعني كان ينعتني باسم شاعر البيتين. هو الحقيقة يعني هي مسألة مسألة شاعر البيتين، لكن أنه أنا لما أكتب بيتين وأتذكر أنه أنا عايش في وسط هالكوكبة، أصدقائي اللي أشوفهم 24 ساعة في 24 ساعة، يعني أقول أنا ليش أكتب؟ يعني هذول هوامير الشعر، يعني هم أكلين الجو، يعني أكلين الشعر وأكلين الإعلام وأكلين الجو بشكل عام يعني. فأخلي صديقهم أحسن يعني. جميل أبو زياد، على طاري البيتين، أنت عندك يعني إشكالية في القصائد المطولة. ما أدري يعني، أنا يعني كل النصوص اللي أنا طلعت عليها واللي قريتها يمكن يكون قصور مني، ما تتجاوز السبع أبيات. هذا صحيح يعني، أنا ضد بصراحة، يعني أنا ضد أنه الإطالة في القصيدة، لدرجة أنه أنا لما أسمع قصيدة من شاعر وتتجاوز أبياتها العشر أبيات يعني أسج، يعني أترك الشاعر القصيدة وأدخل لجو آخر يعني. فطبقت الشهادة على نفسي، أنا صرت أنه إذا تجاوزت قصيدتي العشر أبيات أرجع أسوي لها يعني فورمات من جديد وأرجعها إلى ثمان أبيات سبع أبيات، إن طالت القصيدة يعني بالنسبة لي تكون عشر أبيات، إلا قصائد يعني مناسبات، قصائد وطنية هذه ممكن الواحد يعني يسب فيها يعني. لكن إنه القصائد الغزلية والقصائد الذاتية والقصائد يعني أنت عندك فكرة يعني، حاول قدر الإمكان أن تجيب الفكرة وتطرح الفكرة وتطرح الصورة في أقل قدر ممكن من الأبيات، حتى أن توصل الفكرة مكثفة أفضل منها توصل بإسهاب ممكن يمل المتلقي وقاعد يسمعك يعني ينتظر ايش بتقول يعني. جميل أبو زياد، البعض يرى انه كتابة القصائد القصيرة هذه ويسمونها صاحبة النفس القصير، يعني شاعرها صاحب النفس القصير، يقولون يعني هذا لأنه الشاعر مقدرته ما أهلت لكتابة نص طويل يعني، ويرونه شيء معيب يعني. في كثير من المتابعين للشعر وبعض الشعراء يرى انه الشاعر يعني على قولي إحماء، الست الأبيات هذه كلها إحماء. صحيح يعني. بالضبط يعني. لا شوف، أنا أحترم أي وجهة نظر يعني في هذا الموضوع، كل واحد له وجهة نظر وأنا أحترمها، لكن أنا هذه قناعتي يعني، أنا قناعتي أنه قد ما تقدر تقصر في القصيدة وتكثف في الصور وفي الأبيات، هذه الفكرة كثير موجودة يعني، أنه أنا بقول شيء أقول في أقل قدر ممكن من الأبيات يعني، ليش أنا أطول وأقعد أضيف أبيات أحياناً ما لها داعي، يفترض أنها ما هي موجودة يعني، بس مجرد أنه على أساس أنه أنا أوصل لـ15 ولا 16 ولا 20 بيت يعني. أنا عندي فكرة، عندي صورة أوصلها بأقل القدر ممكن من الأبيات. جميل. الشاعر بداياته متأثر، وخلنا نقول وفي مراحل متقدمة هو مؤثر يعني. فغازي يعني في بدايات، إحنا لازلنا إلى الآن في البدايات، بدايات الأصدقاء، بدأت التأثر الحقيقي بمن يعني؟ شوف، أنا صراحة يعني ما أنكر أنه أنا استفدت من وجودي بين شعراء عمالقة مثل مساعد وفهد ونايف صقر وسليمان المانع ونايف الحربي ومسفر الدوسري ونصر سبيعين، يعني هذول أصدقائي يعني عشت أنا وياهم فترة الثمانينات تقريبا، خصوصا أيام بداية مجلة المختلف وتأسيسه، هذه يعني عشنا في بيت واحد يعني تقريبا، وكنا نشوف بعض 24 ساعة في 24 ساعة. ف يعني أكيد أنه أنا تأثرت يعني، استفدت من هذا واستفدت من هذا واستفدت من هذا واستفدت من هذا يعني، أنا ما تأثرت تأثر واضح باتباع شاعر معين في طريقته، لكن أنا أخذت منهم، يمكن أنا أخذت خلاصة تجربتهم يعني. ما في تجربة محددة، خلنا نقول نرجع شوي للماضي يعني، البدايات التقليدية والشعراء اللي انقلوا عندك في المجلس وفي بيتكم، الشعر اللي بداياتك أنت متأثر فيه وحفظت قصائده حرضتك أكثر يعني على كتابة الشعر. شوف، في البداية أنا ومساعد الرشيد يعني تزاملنا في الدراسة وتزاملنا في العمل وسكننا مع بعض يعني فترة يمكن 10 سنوات احنا ساكنين مع بعض، فمساعد كان هو المحرض في البدايات لكتابة الشعر يعني، وكان هو محرض ومشجع في نفس الوقت يعني. جميل. بما أنك جيت على ذكر هالأسماء المهمة والمؤثرة في الحراك الشعري، غيابهم وأنت واحد منهم، الغياب الغير مبرر هذا، الغياب الجماعي يعني أسبابه؟ أنا أتوقع أنه الغياب مبرر، طفرة
اللي حصلت في الإعلام في الفترة الأخيرة والطفرة اللي حصلت في الشعراء وكثرة الشعراء والكل يكتب والكل وصار كل من يقدر يقول له بيت شعر طلع في قناة ولا طلع في مجلة وأعطي مساحة واسعة من الإعلام. أكيد إنه أنا بصراحة أنا أقول إنه لا توقفهم مبرر، يعني خلهم يشوفون وش اللي بيصير في الأخير، يعني خل يعطون فرصة أو شيء، يعني يعطون فرصة لهالأسماء هذه يشوفون وش عندها خلاص تقدم، يعني يشوف وش تقدم يعني، وفي الأخير ما راح يصح إلا الصحيح يعني، وهو فعلا ما صح إلا الصحيح يعني، هذه الأسماء ما زالت يعني هي الأولى في الذاكرة يعني. في أسماء شبابية وحققت نجومية هائلة ووصلت إلى عدد مهول من الجماهير ويرون أنه غياب هالشعراء يعني بسبب تجاربهم الشعرية اللي يطرحوها وبأنهم استحوذوا على النصيب الأكبر من الجمهور، صار الشاعر يقول لو يطلع معي الشاعر، يعني الشعراء اللي ذكرتهم واللي نحترمهم كثير، يقول لو طلع معي في أمسية الجمهور بيصفق لي وبيتابعني أكثر مما يتابع يعني. ما أظن إنه الأسماء عمالقة الثمانية، ما أظن إنهم يفكرون في بهذا. أنا ما أتكلم، أنا أتكلم عن الشباب. أنا طلع معي سعيد بن مانع في حلقة سابقة وقال إنه غيابهم يعني مو بكيفهم، يعني كذا بنصه يعني أوكي. إنه غيابهم لأنه إحنا سيطرنا استحوذنا على الجمهور فيجي يعني ليش يعني كانوا كذا يعني تفسير إنه إحنا يعني الشعراء بدون تقليل من تجربتهم وما قلل من تجربة أحد، بس يقولون لأنه إحنا لكل زمن دولة ورجال والشعر يعني، وبالتالي هذا الشعر المرحلة هذه. أنا أعتقد إنه لا، هذا كلام مو منطقي ومو صحيح. وشيء الشاعر في الأخير الشاعر مو لاعب كرة قدم، يعني إنه الزمن ينتهي. الشعر موهبة والموهبة موجودة في الإنسان يعني، فما لها وقت محدد وتنتهي، ما لها فترة عمر معين وينتهي. الشعراء اللي طلعوا في الفترة الأخيرة، الشعراء الشباب اللي نتكلم عنهم، أوكي يعني فيه أسماء جميلة وقدمت شعر جميل وقدمت تجارب جميلة يعني، لكن في الأخير يعني مع احترامي الشديد لهم ولجماهيريتهم، يعني ما أعتقد إنه في الشاعر إلى هذه الدرجة إنه وصل يكتب قصيدة كما يكتبها فهد حافت ولا يكتب قصيدة كما يكتبها مساعد ولا نايف صقر ولا سليمان مانع، لا ما أظن يعني. جميل. على انه كانت تربطك ابو زياد علاقات طيبه وجيده مع على قولهم المسيطرين في ذاك الوقت شعرا واعلام، يعني الاعلام الشعري تحديدا، الا انه انت يعني عندك مشكله مع جهتين كانت تنشر الشعر ومسؤوله عنه، فواصل المختلف، وحتى يعني انتصرت لك قطوف يعني متاخرا يعني. هذا صحيح يعني فهد، أنا بصراحة يعني أنا سمعت كثير إنه أنت مظلوم إعلاميا، والحقيقة يعني لا، أنا ماني مظلوم إعلاميا، أنا اللي ظلمت نفسي إعلاميا يعني. أنا ما كنت أبحث عن الإعلام ولا كنت أبحث عن الشهرة ولا ولا هذه اللحظة، أنا يعني الإعلام وبهرجة الإعلام ما تغريني نهائيا يعني. أنا أكتب الشعر، يمكن إنه يعني تزامني الأسماء العمالقة اللي قلت لك، يمكن إنه يعني أطفى وهج الإعلام بالنسبة لي يعني، إنه ما معهم عيش يعني، هذول ما معهم يعني ما معهم وجود يعني، فيمكن هذا في البدايات يعني أثرت علي شوي، لكن أنا إلى هاللحظة هذه أنا الإعلام مو مغري لي بصراحة يعني، ما أحس نفسي في الإعلام. المجلات اللي ذكرتها يعني أنا ما كنت أروح لهم، ما كنت أبحث عنهم، وطبعا في المقابل هم ما بحثوا عني يعني، فلا انا ماني مظلوم اعلاميا، لا انا ظلمت نفسي اعلاميا لاني انا ما بحثت عنهم. كنت اتوقع انه قصيدتي يعني بتجيبهم يعني، يمكن اذكر انه فواصل في يوم من الايام يعني طلبوا مني نصوص واعطيتهم نصوص، والى هذه اللحظه ما نشرت، طبعا ما اعرف وش السبب. في الاخير يعني فهد عافت ومجله قطوف يعني الغت اي فكره اخرى ممكن انا افكر انه انا انشر في اي مكان ثاني، فلما يكون عندك فهد عافت ومجله يتراس لحيلها فهد عافت، انت ما انت بحاجه يعني لاي يعني قناه اخرى يعني عشان توصل
جميل. انا يعني بسالك عن قطوف وفهد عافت وبدايه يعني انه نشرك في قطوف، انه قالوا انه فهد عافت يكتب يعني شيء من ابيات غازي العكشان، وايضا الكلام الدبلوماسي اللي قلته انت عن المختلف وفواصل، كانك يعني تحاول تكسب الجميع، بينما انت كنت يعني مستبعد من المجلتين هذه ما تنزل فيها بشكل نهائي. اسمع اجابتك بعد الفاصل يا ابو زياد. ان شاء الله باذن الله. من جديد حياكم الله مشاهدي الكرام، نستكمل حلقة هذا المساء من دروب الشعر مع الشاعر المعروف غازي العكشان. أبو زياد، توقفنا قبل الفاصل عند كلامك الجميل والدبلوماسي عن المجلات، بينما أنت كنت يعني وتقولها بطريقة أنه طلبوني نصوص وما ينشروا لي. كان اسم غازي العكشان من الأسماء المحظورة، لا يطلع في المختلف ولا في فواصل. يعني ما أعرف اسم ممكن يعني. هل كانت لك صدمات في ذاك الوقت أو يعني أشياء كانت تقصي غازي؟ أبدا يعني. شوف، الحلو في الموضوع يعني اللي ينفي هالصدمات هذه، يعني مالك مجلة الفواصل ومالك مجلة المختلف من أعز وأقرب الناس لي في الحياة، يعني بعيدا عن الشعر وبعيدا عن يعني المرحوم طلال الرشيد الله يرحمه ويغفر له ويسكن الجنة إن شاء الله، والصديق ناصر السبيعي، يعني هذول أصدقاء عمر بالنسبة لي يعني. فليش أنا ما نشرت في فواصل وفي المختلف؟ صراحة ما أدري يعني، الصدق ما أدري يعني الأمانة أنا ما أدري يعني ليش. طيب أنا بجي على قطوف وفهد عافت، لكن بسمع منك نص أنت تختار لنا، وبعدها نبدأ يعني رحلة الدخول إلى عالم قطوف ونشرك في قطوف. سؤال فهد عافت. هذا نص سؤال وكلمتين عتاب. يقول: أنا مثلك بعد عندي سؤال وكلمتين عتاب، نسيت أنك تحلف لي تموت وما تخليني حبيبي. آه مكبر وحشتك يا سيد الأحباب، ترى كل الدروب اللي تجيبك ضامية فيني. عطيتك ثم عطيتك ثم عطيتك، والعطى وش جاب؟ نصيبي منك طعنات الغياب وشرهة سنيني، بقى من ريحتك شي ثوبي وسط هالدولاب، وأنا من كثر ما فكيت بيبانة تواسيني، بقى بعض الشباب ولا بقى للضحك فيني ناب. دخيلك لا توقظ شي في صدري يبكيني، بعذر الشايب اللي قال مرة عننا شياب، بعذر الظن ولو هام تبعدني وتدنيني، تراني من هك الساعة ما غير أدور الأسباب، وخاف أزيد هالطينة بلل وتجف بيديني. حبيبي عاد حلفتك بربك كل هذا غياب، أجل وراك ما ترجع وحطك من ورا عيني. الله يعطيك العافية. هل غازي العكشان في كل فترة ومجموعة من الشعراء كانوا يكتبون القصيدة قصيدتهم اللي تمثلهم، ولا قصيدتهم اللي ينشرها فهد عافت؟ يعني أكتب بما يعجب فهد العافت يعني على أساس أنه أنا أنشر. بكل أمانة يعني. للأمانة يا فهد، وأنا نعرف أنه ذائقة فهد عافت ذائقة عالية، لكن أنا أتكلم على النشر الآن. بالضبط يعني. للأمانة أنا صراحة وإلى هذه اللحظة أنا عمري ما فكرت وأنا أكتب نص وأنا أنشر، وإلى هذه اللحظة يعني عمري ما فكرت في النشر نهائيا يعني. فلا أنا ما أكتب على أساس إنه أنا يعني أدور ذائقة فهد عافت عشان ينشر لي، أنا أكتب النص اللي يعنيني اللي يمثلني اللي أنا أبي أكتبه يعني، سواء نشر النص أو ما نشر هذا الأمر ما يعنيني يعني نهائيا. فأنا قلت لك في البداية أنا ما أبحث عن الإعلام، ولا هاللحظة ما أبحث عن الإعلام، لكن ما أكره إنه ينشر لي قصيدة يعني، عمري ما فكرت في الإعلام وفي النشر وأنا قاعد أكتب نص يعني. جميل. يعني يمكن الشاعر الوحيد غازي، وانا اعرف تجربه يعني تجربتك ثريه، وهذا الشاعر الوحيد اللي تلقاه يعني مش حريص على الظهور الاعلامي، خصوصا ان الشاعر يعني لسان قوم، لسان امه، لسان صحيح. يعني يبي يصل لاكبر شريحه ممكنه،
ابو زياد وش سر هال يعني خلينا نقول الانكفاء يعني على نفسك انه انا ما ابي اظهر؟ اكون واضح معك وواضح مع المشاهد الكريم، يعني اجواء الساحه الشعبيه انا ما تعجبني نهائيا، نهائيا انا اجواء الساحه الشعبيه ما تعجبني. انا ما اتكلم عن الاشخاص او الناس المدينين للساحه، اجواءها بشكل عام انا ما تعجبني، يعني لانه صراحه يعني انا لاحظت انه فيه مصالح، يعني ناس تركب وراء مصالحها، يعني لي مصلحه وراك يا فهد انا راح اركب وراك وادور نصوصك وانشر نصوصك، لكن اذا ما لي مصلحه وراك يعني ليش يعني اتعب؟ ان جيتني يمكن اجاملك وانشر لك نص نصين، وما جيتني ما راح ادورك، يعني يمكن هذا السبب اللي خلاني يعني بعيد عن الاعلام. يعني انا ابتعدت عن الساحه لان الساحه ما كانت تعنيني وما كانت تمثلني نهائيا. يعني جميل. جاء بعدها القنوات الشعرية، القنوات الشعبية بغثها وسمينها وما فيها يعني، وبرضو ما كانت محرض لك، يعني أنت برضو كنت من قلنا من الغائبين، يعني من جيل الغائبين، على ما كانت محرض لك، ما كانت دافع، ما كان عندك القصيدة في مرحلة من المراحل تمثل رسالة لإيصالها سواء للمسؤول، للمشاهد، للعشيق، يعني اي مكان. يعني اقول لك سالفه يعني يمكن فيها شوي كوميديا يعني في هذا الموضوع. يعني انا كنت متحمس صراحه في يوم من الايام، يعني احد القنوات بدون ما راح اذكر اسم القناه يعني وجهوا لي دعوه وجيت وسجلت عندهم مجموعه قصائد على اساس انها تعرض. فطبعا بعد ما سجلت القصائد وانتهينا من التسجيل يعني طلعت عندهم قلت رجاءً يعني لي طلب عندكم، فقالوا اوكي وش الطلب؟ قلت لا تعرضونها الا لين اقول لكم عرضوها يعني. فكنت ابغى اشوف يعني هذه بدايه القنوات يعني بدايه ظهور القنوات، كنت بشوف يعني وش قاعد اتابع القنوات، لانه صراحه ما كنت اتابعها اول يعني قبل يصورون لي ما كنت اتابعها وما كنت حريص على متابعتها، قعدت اتابعها يعني قعدت اقلب في القنوات القى الشاعر الفلاني فلان فلان على القناه الفلانيه، مجرد اني انتهي اقلب على القناه الثانيه القاها قدامي، اقلب على القناه الثالثه القاها قدامي. ف وصلت الى مرحله اني انا اشوفه وقال الله يغثك. فهذه الفكره جت في بالي، قلت يعني انا ممكن في لحظه من اللحظات انه احد يقول لي يقف قدام القناه ويشوفني هنا ويشوفني هنا ويقول الله يغثك. اتصلت عليهم قلت رجاء لا تعرضوا لي اي قصيده ولا عرض لي ولا قصيده في القنوات. على ذكر الاعلام الشعبي في القنوات الشعبيه، كيف تراها يعني كمهنيه في 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 الطرح وك تنويع في البرامج والى اخره، يعني انت كيف تراها بعين الشاعر؟ يعني انت ما ارضت ذائقتك في مساله تكرار الشاعر يعني بشكل يعني خلينا نقول مستفز، لكن غيرها يعني صراحه يعني كان وجهه نظر طبعا، واتمنى انه ما يزعلون مني يعني مسؤولين عن القنوات، يعني كان العرض فيها عشوائي بشكل كبير، يعني ما كان فيه ما كانك تشاهد قناة تلفزيونية، كانك جالس في استراحة وحطوا لي فلان حطوا لي فلان حطوا لي الموضوع الفلاني حطوا لي. فكانت يعني القنوات الشعرية يعني دخلت المجال بحث عن الربحية المادية، ما دخلت المجال بحث عن يعني الكيف وش يقدمون، يعني دخلوا كل همهم وتفكيرهم كيف يكسبون ماديا، وهذا اثر يعني على مهنيتهم شوي. يعني اشوف انها عشوائيه وما زالت عشوائيه لحد الان. يعني جميل. يقول الحميد الثقفي ان الشاعر له عشيقه تبدا كعشيقه وملهمه وبعدين تكبر وتصير الحاره بعدين القريه بعدين المدينه بعدين يعني بهذا التصور، يعني يصير الكون كله هو عشق. يعني الى اي حد تتفق طبعا مع حميد الثقفي في هذا؟ وهل فعلا الشاعر يعني في زمن وتختفي الملهمه ويصير الخيال حقها يعني الموجود؟ طبعا ابو ياسر استاذ وانا ما اعقب على كلامه، اكيد انا اتفق معه، يعني يصير يعشق الاشياء كلها يعني طبعا اكيد. يعني شوف الحب يعني يخلق داخل الانسان حاله من الحب العام، تحب كل شيء، انت لما تعيش حاله الحب تجد نفسك تحب كل شيء، كل شيء حولك تحبه، يعني حتى التفاصيل الصغيره يعني تحبها. يعني فاكيد انا اتفق مع ابو ياسر فيما ذهب اليه. يعني وسرد القصائد، يعني القصائد الغزلية اللي يكتبها الشاعر يعني الآن، هل هي خلينا نقول
لها موضوع ولا هي شيء من 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 تخيل وتصور يعني وحبك شعري يعني اكثر منه يعني شوف اكثر منه يعني موضوع حقيقي؟ بالنسبه لاحتراف الشعر انا اعتقد انه يذهب للخيال اكثر من 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 من, من الواقع والحياه اللي يعيشها يعني. يعني خلينا نتكلم يعني عن الشعراء اللي قبل شوي طرحنا اسمائهم، يعني اتوقع انه هم اخذوا الشعر احتراف يعني اكيد انه انا بالنسبه لي لا والله يعني انا ما اكتب الا لما اتحرك من جوا واكتب يعني اذا قصيده ما تكتبني انا ما اكتبها ولا افكر انه انا اكتبها. جميل. ابو زياد انت يعني اعلنت عن ميولك، وانا اقول انه كثير من الشعراء يعني دبلوماسيين وانت اكثرهم دبلوماسيه وديمقراطيه وتحاول انك تكون يعني في مثل هالامور قريب من الجميع. صحيح. الا في الميول الرياضيه ليه؟ ما ادري صراحه. نشوف النصر حاله من العشق، وما يعني ما اعتقد انه في نصراوي يقدر يخفي ميوله يعني. عموما انا ميولي لا يؤثر نهائيا على علاقاتي في اصدقائي يعني. يعني يمكن تستغرب انه انا لو قلت لك 99% من اصدقائي كلهم هلاليين يعني. لكن الميول اعلان الميول يا ابو زياد هل ترى شيء يعني جيد للشاعر؟ يا اخي انا ما مكسب يعني، او انت الان تقول 99% هلال. انا التقيت شعراء فعلا نفس الكلام يقولون يعني يدرون في فلك انه انا هلالي يا اخي اكثر متابعيني نصراويين، وهذا يقول انا نصراوي واكثر المحبين والقريبين مني هلاليين. صح. عموما يعني انا ما انا يعني ما تهمني هذه المواضيع كثير يعني انه انا اعلن ميولي او ما اعلنها يعني. ليش انا اخذ ميولي؟ اوكي انا اشجع النصر اشجع النصر يعني، خلي العالم تدري انه انا اعشق النصر واحب النصر واشجع النصر، غيري يعشق الهلال ويحب الهلال يعني، وين المشكله يعني؟ ما اعتقد انه في مشكله نهائيا يعني. في الاخير يعني كل احنا يعني كل منا له ميول رياضي يعني، وين المشكله انه يعلن الميول الرياضي؟ ما ياثر نهائيا يعني. وتزعل كذا قلنا انه انت متعصب نصراوي مش حتى ميول يعني؟ انا شوف هو الموضوع ما هو موضوع تعصب، لا والله الموضوع موضوع عشق يعني. انا تربيت على حب نادي النصر يعني، ابوي رباني على حب نادي النصر، انا ورثت هذا الحب لابنائي يعني، اخواني بشكل عام كلهم نصراويين يعني. احنا يعني طلعنا على الدنيا وابوي يحب الله يرحمه ويسكنه الجنه، يحب النصر يحب ماجد عبد الله، تربينا على هذا العشق وما زلنا نعشق النصر. كتبت نص في النصر؟ لا ما كتبت نص في النصر، وما اعتقد انه انا راح اكتب نص في النصر لانه النصر اكبر من اي نص ممكن يكتب يعني. طيب انا بسالك عن انت ابن من ابناء الحرس الوطني، الوزاره الكبيره وذات النشاطات الثقافيه والتراثيه المعروفه يعني. الا انه انت مبعد يعني عن كتابه الاوبريت حسب تصريح يعني انا قريت لك يا ابو زياد، ابي اسمع اجابتك بعد الفاصل ان شاء الله. من جديد حياكم الله مشاهدي الكرام، استكمل حلقة هذا المساء وياكم من دروب الشعر مع شاعر معروف الشاعر غازي العكشان. حياك الله يا ابو زياد. مرحبا. كنت توقفت قبل الفاصل عن الجنادرية وعدم مشاركتك فيها وانك مبعد، ابى اسمع نص اول شيء وبعدين ندخل في هالموضوع الساخن. طيب ان شاء الله. نص يقول: سميتك الفال واستسميت يا فالي، سميتك الفال واستسميت يا فالي، ورهيت حبل الرضا وشغلك تشبيره لا يبعد كل من يسأل عن أحوالي، دنياي من جيتها وردة ونويرة، واللي جمعنا حبيب العمر من تالي، ما غيرك اللي يحرس القلب ويديره، انقستها بالغلا
ما غيرك الغالي ويوم انت داري حبيبي ليش هالغيرة ان جيت طاح العتب وانهدت جبالي كل الكلام انت وانت احلى تعابيره اهنت كل الكلام اللي على بالي وانت الحياة والمطر وانوار هالديرة انت الوطن والكفوف في طلبة الوالي اهنت كل الحياة وفضها سيرة. الله يعطيك العافية. الحين أبو زياد أنت ابن من أبناء الحرس الوطني ومن الناس الموجودين فيه ومن الشعراء المعروفين والشعراء المعروفين على مستوى الحرس وعلى يعني على أصعدة خارج الحرس الوطني، إلا أنه أنت يعني في تصريح لك أنا فهمت أنه أنت في من يبعدك عن كتابة أوبريت الجنادرية. هذا صحيح. شوف الأوبريت أنا ما طلبت الأوبريت ولا تكلمت عن الأوبريت وأنا مثلي مثل أي شاعر أكيد أنه يطمح لكتابة أوبريت يعني، لكن أمانة يعني كل اللقاءات اللي سبق وطرح عليها هذا السؤال يعني ما تطرق عن الأوبريت، كان محور الحديث عن الأمسيات، أمسيات الجنادرية. نعم. يعني فخلنا في موضوع الأمسيات. في الأمسيات. إيه بعيدا عن الأوبريت يعني. جميل. حقيقة يعني أول شيء أنا ابن الحرس الوطني وأتشرف أنه أنا أنتمي لهذا الصرح الكبير وهذا شرف عظيم. الشيء الثاني أنا ابن الجنادرية وخدمت الجنادرية 15 سنة وأنا سنوين أخدم الجنادرية وأتشرف وما زلت يعني أتشرف بخدمة الحرس الوطني وخدمة وطني من خلال مهرجانها الوطني الأول اللي هو مهرجان الجنادرية. موضوع الأمسيات حقيقة في البداية، بداية الأمسيات يعني كانت الأمسيات مغرية لدرجة أن الواحد يعني ممكن يتعب عشان يوصل، يعني يجند كل طاقاته عشان أنه يحظى بالمشاركة في الأمسيات يعني، وأنا فعلت هذا الشيء يعني. اصطدمت في الشخص اللي له الكلمة الأولى والأخيرة في خصوص الأمسيات أنه ما يبغاني يعني، لسبب أنا أجهله إلى هذه اللحظة، أنا أجهل السبب يعني. في الأخير يعني إلى يمكن قبل العام وأنا أحاول أنه أنا يعني مو أحاول يعني كان اسمي من ضمن الأسماء اللي تطرح دائما، كل سنة كان اسمي من ضمن الأسماء اللي تطرح من ضمن الخيارات، وكان هذا الشخص يبعد اسمي يعني. فحاولت صراحة يعني مو أنا شخصيا يعني، حاولت عن طريق أشخاص أخر يعني أنه ليه، فانصدمت صراحة في إجابته. فلسنتين صراحة يعني شلت فكرة الجنادرية من رأسي ومشاركة في أمسياتها من رأسي، لما قال لو ما يبقى من الشعراء إلا غازي عكشان ما راح يشارك. أنا صراحة إلى هالحد أبو زياد يعني إلى هالحد يعني شوف يعني هذا الكلام أنا وصلني من مصدر موثوق يعني من شخص أثق فيه مثل ما أثق فيك يا أبو صقر يعني، أنه يعني قال لي يعني كرر اسمي عليها أكثر من مرة وقال لي شوف يعني لو ما يبقى من الشعراء إلا غازي عكشان ما راح يشارك، فاستبعد هذا الاسم هذا نهائيا يعني. لا أنا قدرت أعرف السبب ولا حتى الأشخاص اللي تكلموا وحاولوا أنه يدرجون اسمي من ضمن المشاركين عرفوا السبب مجهول إلى هذه اللحظة. أنا أقول للشخص هذا الله يسامحك دنيا وآخرة، وأنا صح أنه أنا خسرت المشاركة في الجنادرية لكن ما خسرت عمرية. جميل. طيب في إجابتك قبل شوي قلت أنه الأمسيات في بدايتها كانت مغرية وكانت وحشت كل طاقاتي وكل إمكانياتي، ألم تعد مغرية الأمسيات الجنادرية بكل أمانة؟ أمانة لا، ما عاد لها ذاك الوهج الإعلامي اللي كان. تتذكر لو نرجع للوراء شوي يعني أمسيات الأمير بدر بن حسن، أمسيات نايف صقر، أمسيات سليمان المانع، أمسيات مساعد الرشيدي ونايف صقر وحميد الثقفي فهد عافت والحميد الثقفي، هذه أمسيات يعني كانت أمسيات فعلا مغرية أنه الواحد يشارك مع هالأسماء واللي يشارك على الأقل بعد هذه الأسماء يعني، كانت لها زخم إعلامي يسبقها. الآن الأمسيات يعني تكاد يعني تمر الجنادرية وتنتهي، ما عرفنا من اللي أحيى الأمسيات وما عرفنا متى تقام الأمسيات يعني، فخفت
الضوء على الأمسيات الشعرية في أمسيات الجنادية في الآونة الأخيرة. جميل أبو زياد، برضو أنت عندك مشاكل مع الأمسيات بشكل عام، يعني أنت ترى في تصريح لك ذكرت يعني ما نص أنه الإشكالية في القائمين على الأمسيات، تحكمهم المعرفة يعني الشللية أو شيء من هالقبيل، يعني أنه استبعد فلان لأنه مش من الناس المقربين لي أو ما راح يخدمني في أمسية مثلا، أنا أجيبه في أمسيتي هو يجيبني في أمسيتي يعني. وهذا اللي صاير حقيقة، يعني أنا تعرف أنه في مهرجانات في كل مناطق المملكة، في مهرجانات تقام وأمسيات شعرية تقام ويدعى لها شعراء يعني كثار يعني، ولكن للأسف الشديد أنه أنا إلى اللحظة هذه يعني أنا ما عمره وجه لي دعوة أنه أنا أشارك في أي مهرجان من المهرجانات أو أحيي أمسية في أي مكان. وحتى في الرياض يعني هنا تقام أمسيات يعني كثيرة في المناسبات الأمانة وال يعني في أمسيات كثيرة تقام في، وأنا موجود في الرياض وعايش في الرياض ومن الشعراء يعني. طيب هل الشاعر ما يقطع شوط يعني ما يتصل على المتعهد الأمسيات ويقول يعني حط اسمي من ضمن الشعراء؟ في ما أعرف يعني صراحة مصيبة إذا إنه أنا لأنه في كم هائل من النجوم والشعراء المعروفين. ما أعتقد إنه أنا ممكن يعني أسوي تراها يعني معيبة يعني. يعني ما أعتقد يا فهد لما تكون أنت قائم على المهرجان ما أعتقد إنه من اللباقة إنه أنا أتصل عليك وأقول لك يا فهد حط اسمي يعني. ما أعتقد إنه الموضوع ما في لباقة يعني، إذا أنت من تحب إنه أنت تجيبني من تشايف إنه أنا كفو واستحق إنه أنا أجي أحيي أمسي عندك، فليش أنا يعني أقلل من قيمة نفسي وأجيك وضعها؟ لا بس يعني يعني بعض المتعهدين عنده جوانب خفية عن غازي العكشان، في يعني عند مثلا 100 اسم وبيختار منهم ثلاثة، يعني 100 من الأسماء المميزة وبيختار ثلاثة أو أربعة، يوم يتصل علي يذكرني بأشياء يعني يتجاوز فيها يعني مثل يعني السي في المقدم يعني، عارف المتعهد مش شمس شارقة. أنا يعني بس عشان أنقل وجهة نظر الطرف الثاني، لأنه أنا كان لي تجربة لم تكتمل في الجنادرية السنة اللي راحت يعني. واجهت مشكلة ثانية بعد، مشكلة أنه الشعراء الآن أصبحوا، وهذه مش مشكلة بقدر ما أنه يفترض أنها تحل، أنه يبي مقابل مادي يعني. يعني أنا أكلم الشاعر يقول كم بيعطوني في الأمسي، أنا أروح لدبي أروح لأبوظبي أخذ في الأمسي صح، وأحضر حتى مناسبة زواج وأخذ في الأمسي فلوس. فأنت كيف ترى يعني هل مسألة أنه المتعهد يفترض أنه الشاعر يتواصل معه؟ أنا أعتقد أنه شيء مهم يعني لإيضاح شيء معين أو طبيعة، يمكن يكون الشاعر هذا عنده نصوص تخدم هذا المهرجان أكثر بكثير من غيره. فالمقابل أيضا كيف ترى المقابل المادي اللي يطلبه الشاعر يعني، هل تتفق معه ولا ترى أنه غير جيد؟ والله شوف بالنسبة للمقابل المادي، خلنا أول شيء قبل المقابل المادي خلنا نتكلم عن المتعهد والاتصالات يعني تخيل فهد يعني أنا البارح بس البارح يعني عرفت إنه أنت العام كنت ماسك أمسيات الجنادية يعني، فطيب أنا كيف أعرف المتعهد والمسؤول عن اختيار الشعراء؟ هذا شيء يعني. شيء ثاني أنا ما أعتقد إنه هذه الخطوة، أنا بالذات يعني أتكلم عن نفسي يعني ما أعتقد إنه أنا ممكن أسويها، اتصل على فهد وأقول يا فهد لو سمحت حطني من ضمن الشعراء يعني. فهد الموضوع موضوع مصالح مشتركة ومصالح متبادلة باختصار شديد يعني. أنا رجل مال الناس وراي مصلحة، لأنه أنا ماني قاعد أطرح نفسي قدام الناس إنه أعطوني عشان أعطيكم يعني. أنا رجال قاعد أكتب شعر، عندي شعر، تبي شعر تعالي، ما تبي شعر عندك أمور أخرى رجاء يعني خليك عندك. طيب نبي ما نبي نقد عندنا، نبي نسألك عن المقابل اللي يأخذه الشعر، هل هو حق؟ بعد الفاصل يا أبو زياد تفتح بعد الفاصل. طيب حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام في الجزء الأخير من حلقة هذا المساء من دروب الشعر مع الشاعر المعروف غازي العكشان. أبو زياد الشعراء قلت لك أنا صار لي تجربة معهم، إذا اتصلت عليه يقول لك أعطني مقابل عشان أجيك، هل يحق للشاعر أن يطلب مقابل خصوصا إذا دعي؟ يعني أنا ترى في فرق بين الأمسيات، أنت تعرف أمسية مثل أمسيات الجنادرية وفي أمسيات
خاصة، أمسيات ريعها ممكن يذهب للجهات الثانية؟ شوف، إذا هل من حق الشاعر أن يطلب مقابلات؟ أنا أعتقد أنه من حق الشاعر أن يطلب مقابلات، يعني وهو يختلف من شاعر لشاعر، يعني ممكن بعض الشعراء يطلب وممكن بعض الشعراء ما يطلب، لكن أنا خلني أتكلم عن مهرجان وطني بحجم مهرجان الجنتية. أنا أعتقد أنه يفترض أنه الشاعر أنه ما يطلب مقابل مادي، خاصة في هذا المهرجان، لأنه هذا مهرجان يمثل الوطن يعني، وأنت ابن الوطن، يفترض أنه يعني تساهم بأي شكل من الأشكال في إنجاح هذا المهرجان. فما أعتقد أنه من اللباقة أنه أنت تطلب مقابل مادي في المهرجان، يعني كشرط للمشاركة يعني، لكن إذا أنه في مقابل مادي أصلاً يعني من القائمين على المهرجان، هذا شيء جميل يعني، تشجيع للشاعر وتشجيع للشعراء. لكن في الأمسيات الخاصة يعني إذا الشاعر بيطلب مقابل مادي، أعتقد أنه حق من حقوقه يعني، فالفنان يأخذ مقابل مادي واللاعب يأخذ مقابل مادي، يعني شيء حلو، ليه الشاعر ما يأخذ مقابل مادي؟ يعني حق من حقوقه أعتقد يعني. جميل. ترى أنه يعني يفترض في القادم من المهرجان الوطني للتراث الثقافي أن يكون فيه تخصيص مقابل مادي للشعراء كنوع من جذبهم يعني؟ والله شوف، كتحفيز أوكي يعني، أنا أرى أنه كمحفز للشاعر يعني، أنه للشعراء، أنه طالما أنه الآن يعني أنت مريت بالتجربة أنه الشعراء يعني يطلبون مقابل مادي، يعني ما في شيء يمنع أنه الشاعر يعني ياخذ مقابل مادي، على الاقل تشجيع يعني، لكن لا يشترط يعني، انا ما اعتقد انه تقدم كشرط يعني، تقدم كشرط للمشاركه يعني. طيب نبي نسمع نص ابو زياد. طيب. وتقول حبيتني من شان قيمه هلي، ولا عشاني كذا حلوه وعذبه لمى؟ وتقول حبيتني من شان قيمة هلي، ولا عشاني كذا حلوة وعذبة لما؟ وأقول عني يجاوب قلبي الممتلي من حب كل يوصلني حدود السماء. وتقول حبيتني من شان قيمة هلي، ولا عشاني كذا حلوة وعذبة لما؟ وأقول عني يجاوب قلبي الممتلي من حب كل يوصلني حدود السماء، اللي وربي قبل لا تسكنينه خلي، ولو مروى من غلاك أمداه ميت ضمى. يعني كذا باختصار استمعي لما يلي، وهالقول ما فيه لا يمكن ولا ربما، مدامهم قسم الأرزاق كاتب كلي، عن غيرك العين عميانة وقلبي عمى. يكفيك يا قبلة الدنيا، وإذا تسألي القلب معلن لك البيعة ولا وانتما، وأنا يكفيني إنك يا خلايف هلي يا حضرتي يصير ان العذاره دماء. الله يعطيك العافيه. اتجاه الشعراء الى تويتر، بعضهم باسمه وبعضهم باسم مستعار، اولا كيف ترى هذا التواصل يعني من خلال تويتر؟ هل هو يخدم الشاعر؟ وبعدين هل هو يخدم الشعر؟ جميل صراحه. تويتر برنامج تواصل اجتماعي، يعني مشاركة الشعراء والأسماء الجميلة، بغض النظر عن الشعراء يعني كشعر يعني، أسماء كثيرة، صحفيين، إعلاميين، كتاب، نقاد، أعتقد أنه لم هالفئات صار في تواصل بين الناس في تويتر. خدم الشعر، إيه خدم الشعر لمن استخدمه استخدام الصح لطرح الشعر، وأسال الشعر لمن استخدم يعني، لمن كان هدفه أنه يسيء للشعر يعني. يعني خلني أقول لك يعني أنه تويتر أعطى مساحة كبيرة لأصوات وأسماء يعني كانت مغيبة إعلامياً، كانت يعني ما كنا نعرف عنها يعني. أنا تفاجأت صراحةً في أسماء يعني رائعة رائعة رائعة، تتعب وأنت تقول رائعة شعرياً عن طريق تويتر يعني.
يكفي انه احنا يعني عرفنا هالاسماء عن طريق تويتر انه خدم الشعر، لا تويتر خدم الشعر يعني اكيد. جميل، ابرجع لموضوع الشعر، ابجي لما يخص الشاعر، شاعر عنده 500 الف متابع وشاعر عنده 500 وتجارب قد تكون متقاربه يعني. هنا هل طغى الذكاء يعني الذكاء الاعلامي ولا الذكاء الاستقطاب ولا ذكاء من نوع خارق في جلب 500 الف؟ يعني خصوصا ان التجارب قد تكون متقاربه صح. وهذا لا زال على 500 او على 1000 او 2000 او الى 10000 في بون شاسع يعني عارف تتكلم صحيح. يعني وش السبب يعني؟ حقيقه انا ما اعرف صراحه وش السبب يعني، لكن هل هذا ذكاء من شاعر عن شاعر؟ ممكن. احنا سمعنا عن شراء الفلاورز وانه في ناس تشتري فلاورز وهذا طبعا يعني بعيدا عن الشراء وشراء المتابعين يعني، خلينا نتكلم يعني عن 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 المتابعين الحقيقيين يعني. فهد انا يتابعني 2-3 جايين عشان يسمعون شعري، يسوون عندي 100,000 متابع جايين يعني ما اعرف ليش جايين يعني. طيب نجي للشعر، الشعر انت قلت خدم الشعر، البعض يرى انه ال 140 حرف هذه ما خدمت الشعر واحيانا يعني قتلت كثير من النصوص العظيمه اللي كانت ممكن ان تولد، يعني غازي العكشان عنده نص عظيم كان بيسوي، صار يعني رجعنا لسالفه ابو بيتين يعني ارمي بالضبط. بيتين وخلاص وانساها يعني. بالضبط. شوف يمكن انا بالنسبه لي انا مستانس على ال 140 حرف يعني، انا مبسوط على ال 140 حرف مساحه كافيه فهد يعني. ال 140 حرف تخليك تكثف يعني فكرتك وتفجرها في 140 حرف يعني، يعني بعيدا عن الاسهاب وكتابه القصيده يعني، انت عندك فكره عندك صوره يعني تكثفها وتفجرها في 140 حرف يعني التقاطه يعني، حتى المتابع يعني لما يقراها يعني يعني شيء يعني ملفت للانتباه يعني، انه قلت فكره في 140 حرف وضغطتها جبتها بطريقه يعني ملفته للانتباه. انا من انصار التكثيف في النصوص الشعريه من الاساس يعني، ف 140 حرف انا اشوف انها بالنسبه لي انا جميل. يعني في البعض يقول انه عدوى صح لسانك من منتديات صح لسانك انتقلت الى تويتر، يعني صار الشاعر يرمي بيتين يعيد عليها بيتين ثاني قصيده صح لسانك وعظيمه والله عليك يعني شيء مذهل شيء مذهل شيء. غياب الوعي في يعني تشريح النص تشريح الابيات ما في يعني برضه يعني امتداد لمنتديات صح لسانك، يعطيك العافيه صح لسانك نص عظيم نص تقريبا. شوف يعني هم اللي كانوا هناك هم اللي موجودين هنا يعني لا لا الان اصبحوا كل الشعراء وكل النقاد كل يعني يعني النقاد اللي كانوا ينقدون الشعر يكتبون يعني زمان نقد الصفحات موجودين يعني موجودين يعني اوكي يعني، بس انه غاب يعني الان طلعت اصوات واسماء مستعاره يعني طالحين انفسهم على اساس انهم نقاد للشعر وقاعدين يعني للاسف الشديد يعني انه يشخصنون الابيات يشخصنون القصيده بشاعرها يعني يتكلم عن الشاعر اكثر ما يتكلم عن الشعر يعني. ف يعني امانه يعني ما في نقد يعني متكي على دراسه وعلى علم يعني، الناس ماخذ النقد على انه تعال طلع على الخطا اللي عندي وضحك الناس علي يعني، وهذا مو نقد يعني. النقد يعني انت كناقد يفترض انه انت وجودك عشان تعلمني وتعلم المتلقي يعني انه هنا غلط ويفترض يكون كذا والصوره هذه غلط البيت هذا مو موزون القافيه ووضح للعالم يعني وين الغلط، مو يعني مو تجيبها بطريقه عشان تضحك الناس علي يعني. جميل. ابو زياد دثريني وفي متاهات الحنين اللي بصدرك بعثريني، هل هي تجربه جديده يعني عند غازي ومغازله للشعر الحر يعني انا بكتب ولا يعني شوفوني تراني بسوي شيء جديد ولا برضو استنطاق برضو النقاد؟ بصراحة شوف هي يمكن ال 140 حرف كانت سبب رئيسي في الكتابات هذا النوع من الشعر يعني،
إن صح التعبير إن كان الشعر، أنا بصراحة ما أعرف يعني، أول شيء أنا ما طرحت نفسي على أنه أنا شاعر تفعيلة، وأعترف يعني قدامك قدام المشاهدين أنه أنا ما أفهم في التفعيلة وما أعرف يعني قواعدها وأوزانها. اللي أعرفه أنه هناك شيء اسمه جرس موسيقي داخل النص، هذا هو الوزن نص التفعيلة. أو أنا ما أكتب نص التفعيلة ولا أكتب نص شعر الحر ولا أكتب، أنا أنثر كلام أجيبك كذا بطريقة أنا أحس أنه أوكي كويس بالنسبة لي جاز لي كتبته يعني تغريدة. أنا أكتب التغريدة ما أكتب كشعر، أنه هذه تغريدة يعني شيء أبغى أقوله وقلت في هالتغريدة يعني. وتنتهي بانتهاء الميور بين حرف يعني ما لها لا ما لها تكملها يعني، ولا أفكر أنه أنا أكملها. جميل. قصة قهوة السابعة، أنا يعني كاتب لي المعد أنه في قصة القهوة السابعة، وهل يمكن أن تتحول إلى قصيدة؟ يعني يبدو في قصة وفي طور أنها تصير قصيدة. لا شوف، هي قهوة السابعة يعني هذا هاشتاج اسمه قهوة السابعة يعني طبعا الهاشتاج مو انا اللي سويته للامانه يعني، على اساس ما اتهم ان انا سويته ولا ما انسب شيء ما هو لي يعني. انا شفت مجموعه من اللي يتابعوني او اللي يتابعهم في الاحرى الاسماء اللي اتابعها يكتبون في هذا الهاشتاج، فاعجبني الهاشتاج يعني، وانا من عشاق القهوه بشكل عام يعني، فدائما يعني سبحان الله العظيم يعني هي جاية بوقتها يعني، دائما أنا وقت شرب القهوة يعني 7 صباحا يعني 7 مساء يعني، فلما أجلس أشرب القهوة قهوتي يعني أول ما يتبادر في ذهني أو ما يطري علي وأنا قاعد ماسك الجهاز وفي تويتر، أول ما يطري علي هذا الهاشتاج قهوة السابعة، أكتب الهاشتاج قهوة السابعة وأكتب يعني في الهاشتاج. كثير من الأصدقاء والزملاء والأحبة اللي يتابعوني يعني ألصقوا هذا الهاشتاج في يعني، لدرجة أنهم قالوا يعني قهوة السابعة يعني من غير غازي عشان ما لها طعم يعني. وقصيدة قادمة يعني قهوة السابعة يجوز. ليش لا؟ ديوان صوتي، ديوان شعري قادم. والله يا فهد شوف، بالنسبة للديوان ديوان كديوان مقو ما يعني موضوع صعب شوي يعني بالنسبة لي أنا يعني، وما فكرت فيه بشكل جدي لحد الآن. الديوان الصوتي من فترة وأنا أفكر فيه يعني، مو قريب يعني، من زمان أفكر فيه، لكن يمكن تتفاجأ يعني ويتفاجأ المشاهد الكريم إنه أنا ما أعرف وش المفروض أسوي عشان أسوي ديوان صوتي صراحة. طيب احنا بعد ما نعرف وش نسوي عشان نمدد الوقت، لان وقت البرنامج يا ابو زياد انتهى. كنت ضيف يعني كعادتك ضيف رائع، ضيف مدهش بشعرك بآرائك بهدوءك بطيبتك بصراحتك المعهوده. كلمه اخيره يا ابو زياد. اول شيء شكرا لك يا فهد، شكر خاص لك، وشكرا للصديق والعزيز والمعد البرنامج زياد العصيمي، شكرا لقناه روتانا، شكرا للناس اللي قاعده تتابعني عبر الشاشه، واتمنى انه انا يعني قدمت شيء يرتقي لذائقتهم ويرضيهم عني، واتمنى اني ما كنت يعني ضيف ثقيل عليهم. يعطيك العافيه ابو زياد، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. شكر موصول لكم مشاهدي الكرام على متابعه هذه الحلقه من دروب الشعر، كان ضيفي فيها وضيفكم الشاعر المعروف غازي العكشان. حتى الملتقى في حلقه قادمه، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.